صناعة ضخمة جدا جدا، وشوفناها في كثير من دول أوروبا طبعا باشمهندس محمود، بالإضافة أنه الحقيقة كم السعادة أو حجم السعادة اللي بيدخل على الناس الفرحة من خلال متابعتهم الفرحة بيكون كبير بالزبط جدا بالظبط كده. وبعدين أنت حضرتك العلة، أنت أصلا عملك كله كعمل أنك أنت تكون مدخل مداخل سعادة، كان مدخل من الربح لكن تبقى هي مدخل من مداخل الاقتصاد وتحرك الاقتصاد وتحرك عصب الاقتصاد، ده اللي بنأمله. كنت بتمنى والله يا شيخ شريف ان انا اكون إن اول ما دخلت ان انا اعمل، انا في اتحاد الصناعات بقالي اكتر من 20 سنه. هاي ما انت رجل صناعه بالاساس. بالظبط. فلما المهندس بيبقى عنده حلول وعنده شغل، كنت اتمنى اول ما اتعمل كنت موجود وهو بيتعمل غرفه صناعه الاعلام، كانت جميله جدا. طب غرفه صناعه الرياضه ما تصنع، يعني ازاي ما يبقاش في غرفه لهذه الرياضه ورائد الاداء المحترفه كثير من الملفات ان شاء الله باذن الله. طب خلينا كل جزيلا. ده نطرحه للنقاش يعني كده واحده واحده مع حضرتك في مدينه من وقت يعني نتمنى ان شاء الله انه الساعه ربع دقيقه او 45 دقيقه يعني تدركنا ان شاء الله التعبير. اتحاد الكره الان تدير لجنه مؤقته يعني وبانتظار الانتخابات، شايف اداء المهندس احمد مجاهد ورفاقه يعني ازاي خلال هذه الفتره وعلاقتهم كمان بالجمعيه العموميه والتطوير الحادث يعني ان كان هناك بمنتهى الموضوعيه. بمنتهى الامانه طبعا احنا بنقيم ملفات. اعتقد ان المهندس احمد مجاهد كان جاي لمده معينه، كان 3 اشهر تم اضافتها دلوقتي ل 4 اشهر جديد ومش عارفه تنتهي لانه بعد تاجيل الدوره الاولمبيه شهرين كمان، فانت ممكن تتمد شويه الانتخابات. اعتقد ان في ملفات نجح فيها بامتياز، ان هو اولا فيما يخص اداره ملف داخل الاتحاد المصري لكره القدم، داخل الديوان الاداره والهيكله صح التعبير يعني. يقدر يتحرك ويضبطها لانه طبعا جوه المطبخ وقدر يتعامل بيها بشكل اعتقد جيد جدا. لكن في ملفات طبعا هو مقتنع انها مش مجديه، هو دي دايما انا عليها موضوع التطوير أو فكرة التطوير. فخ الأولويات ده التطوير نفسه، هو التطوير حضرتك لما تيجي تتكلم عن الروابط تيجي تتكلم على حتى لو انت فاكر في موضوع الفار مش انت صاحبك كان عايز يقول لك يعني انرجي يعني ايه يعني فاكر يعني دي نقط مهمه، الروابط الصناعه الخاصه بالحوكمه، الصناعه الخاصه ببعض الاستثمارات الموجوده في تطوير هذه المنظومه في التعامل فيها من ادارات محترفه ما يبقاش مركزي يبقى من خلال ادوات دي اذا كان صح التعبير خطورتها في انك انت الامور كلها في ايد واحده ما بمشي لازم الدنيا تشتغل فبتعمل ارتباك شويه لكن يعني مع المركزيه طبعا لا مش رياضه دي صناعه حضرتك انا اكون صاحب المجال بحط اسس بحط استراتيجيات بحط معايير اللي هي معايير حكومه في الشفافيه في النزاهه في كل الشروط الموجوده وفي الاخر بتابع تنفيذ هذه الموضوع لكن اعتقد ان هو عدى ازمات كثيره جدا ربنا يكلل نجاحها بان هو يعمل انتخابات نزيهه وانا اعتقد ان بتكون مشاكل وتكون هي من خلال اللجنه كمان هي لجنه اللي هتدير الانتخابات يعني هو مش لجنه بس سياسه اعمال لكن المنوط بيها الاساس انها كمان لجنه بتدير الانتخابات كمان مديها ميزه. طب انا سؤال هل يمكن لاحد اعضاء اللجنه لا خوض لا الانتخابات؟ لا 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 يجوز وبعدين هو اذا كان له الرغبه في خوض الانتخابات ولا يستاهل الدوره دي لا حتى لو استاهل